السلام عليكم أهلا. السلام ورحمة الله. عندكم شي بنية مختفية وما مازال ما عرفتوش عليها حتى شي خبر، بغينا نعرفوا شنو هي يعني تطورات في القضية ديال الاختفاء ديالها، وشحال دابا من مدة وهي مختفية؟ اختفت من نهار السبت مع السبعة العشية. السبت العشية كانت في المدرسة ولا كانت غير في الدار؟ ما قراتش هي، لا ما كانت ما قراتش. ما قراتش. كانت عيانة وما قراتش. هي كتكون تعيش عندي أنا في أناس. كتعيش معايا أنا في أناسي وما ساكنة هنا في الشلالة. أنت جداتها؟ نهار السبت قالت لي ماما أنا عندي واحد العرادة غنديها، قلت لها سيري أنا غنبدل لها حوايج ونجيبها، جبتها ليها، مشات مع العرادة، كلات معها وشربات، قالت لها ماما أنا غادي نخرج أنا والدرية صاحبتي على بنت جيران تاهي راه جات لي عند الدار هكا الملاكي السيد عوجات، قالت لها أنا راني غادي نخرج ماما شري أنا وياها خرجوا، ما عرفتش خادو من الحانوت وعاود قالت لها عاودي نمشيو ناخذوا البوش. شو شوية الدرية مني تلاقات مع أختي بنتي. شحال يكون ديال الوقت ديك الساعة؟ السبعة العشية. هي قريبة السبعة. قالت لها فين هي الدرية؟ قالت لها طلعت الفوق. أنا راه مشيت أنا وياها باش نشريو نشريو، دابا راه خليتها أنا غنطلع نقول لأمي راني غنمشي نشري ليها الببوش ونجي. الدرية قالت لبنتي كل بنتي مسجلة بيتها وهبطات، كتلقى بنتها ما كايناش. كتلقى ما كايناش صافي نهائيا ما كايناش. كتقلب 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 كتقلب. حتى شويه تغلبت وتقول لي قالت عيط معايا في التليفون باش ماما تساعدني. قالت لي ماما انا بنتي راه كاينه راني جات ومشات شرات وكانت هي وصاحبتي، دابا راه مابقيتش لقيتها، راني قلبت عليها كلشي الدنيا قلبت عليها، ركبت وجيت جيت لهنا نزلتني هنا في الشلاله وهبطت لعندهم. كنقلب 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 حتى كنلقى واحد العشره ديال الدراري كيلعبوا الكره. قلت لي ولدي نرجع عليكم ما شفتش واحد البنت. قال لي يا خالتي لابسه سبادريه بيضاء ولابسه كويره كحله. قلت لي قال لي دخلت من هاد البلاصه. وراوك منين دخلت؟ قلت لي يوما. قال لي واحد الدري تيقول لي طوكيو. طوكيو طوكيو او صافي انا مابغيتش نطيق. قلت انا لا ما نطيقش هاد الشيء ما يمكنش. مشيت انا كنقلب انا من جهه وتلاقيت مع بنتي. قلت لها واش ما عرفتي والو؟ قالت لي ماما ما عرفت والو. ما خفت انا نقول هذيك الهضره تولي غير كتب ولا شي حاجه ما قدرتش. انا قلت لها شوفي انا غادي نمشي للدار ما عنديش معايا الفلوس ونمشي للدار الفلوس وانتيا قولي قولي لراجلك باش تجيو لابريكاد. المهم بنتي يلا جي عاد تلقات مع راجلها. قال لها كي قالت لي الدريه راه مضره ليا راه كان كيقلب معاها حد شويه وما يلقاو الدراري نفس الدراري ما يقولوا لي باقا كتقلبوا. راه قلنا لديك المراه راه مشات من هنايا راه دا هذاك طوكيو صافي. جو هما الرجال تمشي عند رجال دار الملكي هو جاي خارج من ديك البلاصه ولا منين جاي ضرب ليه باربريز ديال الطوموبيل هذيك فوق الطوموبيل ضربوا ليه. الاخر هرب جا لهنا عند لابريكات قال لهم اللي كان اللي كاين مشاو لدارهم هو يجي هو قدموه. قال لهم انا الدريه راه كيتعدوا على والديها وكذا كذا كيدخل في الهضره ويخرج مره يقول لهم قال لهم راه ديتها الاناسي. قالوا لي فين ديتها الاناسي؟ قال لهم راه داها صاحبي عطيتها لصاحبي داها بقى كيدخل ويخرج في الهضره. اليوم تيقول ثاني في اقوال اخرى قدام بنتي قال لهم انا ديتها وسرجتها درت معاها يعني انا بحال تحيلت عليها ديتها وهزيت عليها السيف صافي. عاد جوج كلمات اللي قال ما بقاش عاود. دابا حنا ما عطاكمش دابا شي معلومه على البنت فين كاينه؟ ولكن عارف البنت فين كاينه. هو عنده دخل في البلاصه تيهضر على المحمديه كان كيقولوا لنا سيروا المحمديه وقلبوا. حنا هاد المحمديه فين غنقلبوا؟ حيت هو اللي سابط عند صاحبه اللي في المحمديه هو اللي خاصو يجبد من المحمديه. صاحبه اللي في المحمديه هو اللي خاصو يجبد. شحال في عمر هاد البنت؟ عندها 11 عام. 11 عام. ودابا هذا المجرم هذا ما عطاكم حتى شي نعت شي بلاصه؟ لا هو باقي في التحقيق كيقول لهم باقي دابا ساكت ما كيقول والو. كان الكلمه الاخيره اللي قال قدام المحكمه الموقره قال لهم انا دخلتها تما انا زعما ديتها بواحد الحيله ولكن انا هزيت عليها السيف وتخلعت ولكن هذه هي الهضره اللي خلت سمعت امي. والبلاصه اللي دخلها راه مهجوره هذيك البلاصه تما. مهجوره هذيك البلاصه اللي دخلنا ومن تما ما كيبان لي ما رجعتش من تما واقيلا تما عطاها لشي حد من تما الدواء داها شي حد ولكن غادي يكون هو كان كيقول واحد الهضره كان تيقول ليهم. دابا الحاجه دابا ملي شدوا هذاك المجرم وما عطاهمش راس الخيط ما عطاهمش النعت ما عطاهمش فين دا البنت عطاهم بزاف 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 الدخول والخروج كيدخل ويخرج كيدخل ويخرج في الهضره بزاف
ولكن هو اكيد عارفه فين كاين، عارفه فين كاين. ما كاينش مهما تيقول لك راه حق راه عند صاحبي في المحمديه، راه كره مشات عند شي واحد المحمديه، يعني انت عارفه فين مشات. راه واخا هاد البنيوته ما عمرها خرجت بوحدها، ولا عمرها سيدي 16 عام باقا ما تا. غنعيط لك على الناس اللي لا 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 ماشي مشكله الحاج، لا تيقنعك. لا بنتي الله عندها 11 عام فين دارت 11 عام كندير المدرسه وكنجيبها، كندير المدرسه وكنجيبها. باقا صغيره يعني ما غاديش زعما تمشي بوحدها. واخا وهذيك البصل اللي مهجوره قلبتو فيها تما كامله سيدي. لا بنتي شيكو كانت ميته غتلقاها تما، ما كايناش بنتي، ما ميتاش تما. برا ولباس عليها. انا راني دخلت لهذوك الحجر قلبته حجره حجره، وقلبت القوات سقادو سقادو، وقلبت البلاصه الماجوري اللي ما كيقدرش يدخلوا ليهم الناس بزاف. دخلت لهم هذوك البلايص، انا دخلت لهم انا نهار الاحد مع الصباح، ودخلت لهم اليوم هذوك البلايص كاع قلبتهم كاملين. يعني واحد البلاصه راه فيها الكويره ما يقدروش يدخل، ما تقدرش تدخل لها. دخلت لها الغابه شي كاسكار، الغابه راه دخلت لها شجره بشجره، الغابه دخلت لها شجره بشجره. دابا حنا كنركزوا عليه، هو اللي دخلها، هو اللي غيعطينا راس الخيط كاين اخر مره. الله يسمعكم شي خبر خير. الحاجه اخر سؤال، شنو كانت لابسه البنيه ذاك النهار باش الناس؟ ملي خرجت مع عندها نعم سبادريه في البيض وكويره في الكحل وصافي، ومتريكو ما بقيتش عارفه اش لبست. واخا الرقم ديال الهاتف ديالكم الا كنتي حافظه؟ 06-74-14-82. عاودي لالا 06-74-14-82. الله يجازيكم بخير. هاد السيد هاد البنيه هادي راها من نهار السبت وهي خارجه من دارهم، باقي ما عرفوش عليها حتى شي اخبار. المواصفات اللي سمعتو الرقم ديال الهاتف، الطرقان تقلب، والطاكسيات اللي جايين غاديين، الطوبيس كلشي خصو يتراقب باش ما تزيدش من هنايا المحطات، كلشي خصو يتراقب. سؤال اخر، الميمه ديالها ماماها مسكينه في السبيطار ناسا، السبيطار مسكينه ترك السبيطار دابا جانين هي العصا ديال الله دكوريا البراون. الله يحسنها، داتني لهم امبيلونس من هنايا. الله يحسنها. دابا راه كندوي معاك وراه قلبي. اخوان الله يجازيكم بخير، هاد البنيوته هادي راها من نهار السبت هي غايبة على صحاب النقل. الله يحفظكم صحاب النقل اللي تعاونوا معانا، صحاب النقل اللي كيهزوا الطاكسيات الطوبيسات، يحاولوا الله يحميكم الوالدين. الكيران لا تعود تحيد من المحمدية وتزيد شي بلاصة أخرى، هذه هي اللي كان هذه النقطة اللي غنركز عليها. خاصة هي دابا خاصة نركز على المحمدية اللي دوا عليها، هو أول مرة أنا مركزة عليها. السلام عليكم. معنا الاب ديال الدريه المختفيه من نهار السبت. هذا المكان هذا اللي كنتواجدوا فيه هو اخر مكان ترمقات فيه او تلمحات فيه، بعد ما شهدوا بعض الدراري اللي كانوا كيلعبوا هنا قالوا على انهم شافوها هنا داخله مع واحد الشخص. هذاك الشخص دابا راه الاعتقال، وغادي نخليو الاب يعاود لنا كيفاش طرا، كيفاش ساقوا الاخبار انه جابوها لنا. السلام عليكم. عيطت لي مدام نهار السبت قالت لي اكرم راه مشات تسخر تهرب لها حدا مول بيبوش، مشيت تندور عليها حدا مول بيبوش ما لقيتهاش، سميتها تندور عليها انا فاز. قال لك راه بنتك راه واش هي اللي لابسه سبرديله بيضاء ولابسه سروال تاع الجيب ازرق. قلت لهم انا ما شفتهاش. من سولت المراه قالت لي راه هي، قالوا لي راه دخلها واحد انا وتمني تابعينها بالحجر، وراه هي راه كاينه هنا لداخل. مشينا بدينا تندور عليه، قال لنا الدري راه تنعرفوا الدار نتاعهم. لقيت خوه قال لي راه عنده واحد القرشاشه بهذا المصطلح. لقيت خوه جالس في ديك الطونوبيل سوبر 5 مازال عندي الماتريكول ديالها. قلت له فين هو خوك؟ قال لي لا ما كاينش، راه مشى البرنوسي. قلت له كلم لي باك. قال لي لا ما كاينش، امك ما كايناش. قلت له النمره نتاع الدار. قال لي ما كايناش. هو كيسكن غير هنا؟ غير هنا. قال لي ما كايناش. منين انا مشيت نجيب الطوموبيل وليت غادي نمشي لابريكاد نديك لاري،
هو تيتم خارج بواحد الثلث ساعه تيضرب لي في الباربريز هما هما جايين تابعيني. هذا الدري اللي متهم دابا حاليا اللي هو معتقل. يعني تهجموا عليك. جيت انا ما جيت نزل بعد مشينا للبريكات لقيته دخل سبقني. هبطوا معايا شدوه هو تما هبطوا معايا داكشي اللي قالوا الدراري والناس اللي شافوا البنت قال لك راه دخلت هو هي 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 دخلت معاه وليني مولات خرجت هو اللي خرج. دابا هو خرج وخلاها هي هنا الداخل. هادو الشهود اللي شافوها. هي ما خرجاتش كاع من هنا. واخا دابا هو فراه الاعتقال اشنو كيقول؟ تيقول لهم انا اغتصبتها وليني ما خرجاتش. كيفاش اغتصبت؟ ما عرفتش. دابا هادشي اللي تيقولوا هادشي اللي قالوا غير ما خالد ودابا شنو مسكينه الام ديالها دخلت في واحد الحاله ما بقاتش قادره حتى تهضر مسكينه. بس طاحت في المحكمه دينا السبيطار. ودابا دابا بالنسبه للدرك الملكي في التحقيقات معاه ما توصلوا معاه حتى شي حاجه؟ حتى شي حاجه ما خرجوش كاع بزاف خرجوا معايا جوج دراكيين تيقلبوا هنا. وهو الاخر في الاعتراف ديالو شنو كيقول؟ تيقول لهم كانت معايا انا ركبت خرجت مشات شدات الطاكسي مشات لاناسي وهي ما خرجتش من هنا. هي عندها شي حد في اناسي؟ هي تسخرات تما عندها جدتها في اناسي اللي ما تعرفش تمشي مع مرا مشات بوحديتها لاناسي ولا تمدي انا وتنجيبها لها. ما تمشيش هي مازالها صغيره بزاف 11 عام. ما بغاش يقول لكم فين ماما؟ ما والو ما بغاش يقول لها. قبيله جداتها قالت لك قال لهم محمديه مات محمديه ما قالش محمديه قال لك راه مشات عند صاحبتها الاناسي مشينا الاناسي دخلنا للدار د اناسي قلبنا كل شيء ما كاينش ما كاين لا هذه صاحبتها قالت لك ما عمري شفتها ذاك اللي تتقرا معاه في السويع ما شافتها ما والو تيدخل ويخرج في الهضره كل مره تيقول حاجه مع والديه تيجيو تيكدروا عليا كل مرة تيقول لها ضرب شكل الزيتونة شنو الزيتونة واحد مرقم الزيتونة راه كنت تهضر معاه راه كنت تزدوي معاه كل مرة شي يدخل ويخرج في الهضرة. ما كتحسوش بيه مخبي شي حاجة ما بغاش يقولها. مخبي راه حقاش دخلت هنا ما خرجاتش راه كلها غيرات راه كلها غيرات كلها غيرات كلها حفاري كلها بيان المدرسة هي اللي مزدحوا فيها مهجورة المدرسة كبيرة هادشي اللي كاين.